طيب كابتن ابو المجد، النهارده الاهلي تحس كده، مش النهارده بس، في كل المباريات اللي فاتت، انا بكلم دلوقتي مدرب، تمام، فكره انه اللعب يبقى فلات، واضح انه الكره رايحه عند باك، راجعه اللاعب في النص، رايحه الباك، رايحه الجناح، ده ما يفتحش ابدا تكتلات. انا دايما بشوف ده في الاهلي، حتى الفرص اللي بتيجي للنادي الاهلي هي بتبقى كور مثلا مرفوعه في السماء، خبطت في دماغ لاعب فنزلت في السكند بول، فلعيب شاطها فجت مثلا، جت جون او ضاعت فرصه، بس حتى الفرص مش خلق مساحات وحاجات كده. بشوف دايما الاهلي اداؤه فلات جدا، تفي ولا تختلف؟ لا معاك طبعا. يمكن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت حتى الناس اللي بتتفرج عليه او الجمهور نفسه هو اصلا اللي مزعله ان شخصيه النادي الاهلي ما بقتش موجوده. صح. وده شغل مدربين، يعني شغل مدرب جوه الملعب، دي اللي انا بقول لك عليها في البدايه. انت فلسفه، انت فلسفتك النهارده ان انت تبدا من تحت عشان تقدر تخترق ويبقى عندك مساحات وتقدر ان انت تستفيد بالمساحات في التحولات الهجوميه، ده شغل مدرب. لكن النهارده زي ما بقول لك، فكره ان انت بتبدا وفي الاخر بتعمل طويل، فانت ما عملتش اي حاجه. ودي ما كانتش الكوره بتاعت النادي الاهلي. زائد ان انت بتتعامل دلوقتي مع اللعيبه مش احسن حاجه، يعني مش في حالتهم. معظم الناس تحس ان حتى بيلعبوا باداء ما فيهوش اللي هو ايه الجديه، او ان هو عايز يدوس على نفسه عشان الموقف اللي هو فيه يعديه. لا، انت بتتكلم مع لعيبه مستسلمه. يعني بشوف لعيبه النادي الاهلي مستسلمين للتعب، مستسلمين لعدم الجماعيه حتى في اللعب. شفت حاجات كتيره جدا برضو، ودي ما كانتش موجوده في النادي الاهلي، اللعيبه بتكلم بعض كتيره جدا بطريقه مش صح، في عصبيه طول الوقت، في عصبيه، صح، استعجال، عدم ان الربط ما بين اللعيبه وبين بعضها. عارف انت كان رجلك في الملعب قريب يا كابتن مجد، لو اللعيب حاسس انه مش في فورمه، مش في مستوى، متعصب، هو متعصب، متعصب جدا، والتاني متعصب برضه، يعني هو مستني، مش مستحملين بعض، مش مستحملين، احنا مش فايقين. فعدم الفورمه النهارده بانت في الكوره مع حمدي فتحي وشريف وزعيق. انا قلت الشريف هيقول لا 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 معلش وهنجيب النهارده، ادى الراجل 6 دقايق محمد الحكم اللي جنبي قال هيجيبه، قلت له المره دي مفيش، مفيش ايحاء، مفيش الكوره رايحه على الجون زي ما انت قلت دلوقتي، مفيش خطوره، بس كان يعني في فرص، في فرص فين وفين، كل ربع ساعه فرص. هو بالشكل اللي انت بتقوله، أيوة، هي الفرص اللي هي بشكل يعني مش غلطه الفرقه الثانيه. وبعدين ايه، كل 10 دقائق ربع ساعه فرصه وتضيع، انما اخر 6 دقائق لما الاهلي معروف بالشراسه، بيجيب في البلاس 90، بيكسر الدنيا. كابتن انت احساس المره دي مفيش. كابتن اول 45 دقيقه الشوط الاولاني فرصتين، فرصتين اللي في العارضه، اللي في العارضه واللي قبلها بتاعت قفشه، بتاعت قفشه الهيد اللي كان بالظبط الهيدرز، من عماد السعيد. لكن انت بتتكلم كنادي اهلي 45 دقيقه، يعني نعتبرها فرصه عشان وصلت بين الثلاث خشبات، ماشي، بالظبط. فانت بتتكلم يا كابتن يعني 45 دقيقه النادي الاهلي يوصل مرتين، صعبه جدا.